بعد بحث طويل جبت لكم مركز تجميل انجل كلينك، حلو جدا جدا، وبعد استفسارات عنه وريفيوهات واسئله كتير للاصحاب اللي حواليا رحت المكان هناك وشفت النظافه بتاعته والتنسيق بتاعه وشفت الحاجات الكتيره اللي عاملينها والعروض الحلوه اللي عاملينها والكلاينت اللي عندهم وكل حاجه. وكمان قعدت مع الدكتوره نفسها وسالتها على الحاجات اللي انا كنت خايفه منها، وبعد الكشف قالت لي انتي محتاجة تقشير بارد بس، مش محتاجة حاجات كتير في بشرتك. فانا كنت خايفة من التقشير البارد، بعد كده اكتشفت ان هو سهل جدا، ما فيهوش اي الم اصلا وما فيش اي مشاكل منه. وطلبت مني ان انا امشي على الحاجات اللي هي كاتباها لي، وفي خلال اسبوعين النتيجة هتكون خرافية. المهم عندهم تنظيف بشرة وعندهم حاجات كتيرة جدا، عندهم ديرما بين وعندهم حقن فيلر وبوتكس، وكمان عندهم علاج شعر بالنانو. طبعا النانو مش مضر للشعر زي البروتين والكلام ده كله. وكمان عندهم حاجات كتيرة قوي حلوة وعاملين عروض، ان انتي لو عملتي جلسة واحدة في اي حاجة عندهم ليكي جلسة مجانية، وكمان خصم 70%. ده حاجة من عندهم عشان عيد الام غير الخصم بتاعي، فلكي ان تتخيلي انتي هتدفعي حاجة ببلاش الا بلاش، وهتعملي جلستين مش جلسة واحدة بس. هيعجبكم قوي المكان، والمكان فعلا راحة نفسية والشغل بتاعه حلو جدا، وتقدري ان انتي تدخلي وتخرجي من هناك واحدة تانية خالص. عندهم علاج كمان للمناخير الكبيرة او المشاكل، الناس اللي بتحسها ان المناخير عندهم مش لطيفة، لو في مثلا عندك حفر في بشرتك بيقدروا يعالجوها، لو عندك مثلا الخطوط بتاعة العمر كمان بيقدروا يعالجوها ويشيلوها نهائي. الموضوع ده يا جماعة انا ما كنتش متوقع ان انا اشوف الحاجات دي، بس فعلا انا شفت حالات عندهم بعناية وشفت النتيجة وشفت الصور بتاعتهم قبل كده كانت عاملة ازاي، واكيد انتوا معايا مع الوقت هتشوفوا النتيجة وهتشوفوا كل حاجة. انا حاطة المنشن بتاعهم اهو، كمان هحط رقم التليفون بتاعهم. يلا باي.